الفرق بين التجربة الناجحة وبين المحاولة اللي مش مبنية على أساس علم. هو إيه اللي بيسبب القلق للعيان؟ اللي أثر في النزول في الوزن هو البيهيفير. هو فت إنه يعمل عملية أو ما يعملش عملية، وبيعملوا العمليات وبيعيشوا حياتهم من سن 60. الالتزام بتعليمات العملية على مدار 12 شهر الأولانيين. الأستاذ الدكتور وليد إبراهيم، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير، كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO. أهلا بي. لو أنا فكرت كده، إيه هو تعريف السجن؟ يعني إيه سجن؟ سجن يعني مفيش حرية، يعني أسوار عالية، يعني قضبان، يعني ظلمة، يعني برد، يعني كل الأحاسيس الوحشة اللي في الدنيا كلها. السجن يعني أيام الإنسان فيها مش عايش، مش عارف يشوف اللي بيحبوه، ولا عارف حتى يحس بأي متعة من متع الدنيا. السجن له ميزة بس، إلا لو كان بقى مؤبد، ولا اللي بيقولوا عليهم مسجونين مدى الحياة، ده حاجة يعني قاسية جدا وسخيفة جدا إن إنسان يبقى مسجون مدى الحياة. بيبقى بيدور على الحرية. في فيلم رائع جدا جدا اللي خد جوائز أوسكار عديدة، واحد قاعد يحفر في حفرة في السجن، يحفر في الحيطة بتاعت السجن بتاع 15-16 سنة عشان يوجد تانل أو نفق يهرب منه. الفيلم ده كان فكرته البحث عن الحرية، أنا عايز أدور على الحرية. وغطى النفق دوت، كان بيحفر بأدوات بسيطة خالص، غطى بصور، قعد يحفر فيه عشرات السنين، يعني يمكن مثلا فوق 20 سنة، وفي الآخر قدر إن هو يحصل على الحرية، ما استسلمش. قصص لناس كانوا سجناء بس جوه نوع معين من السجون أقرب ما يكون للإنسان، الدهون. سجناء جوه سنتهم، جوه وزنهم الزايد. الناس دي خرجت بره السجن النهاردة وبدأوا يبقوا حرين، بدأوا يحسوا بالحرية. الحرية دي هم اللي يقدروا يحكوا عنها. النهاردة ضيوف كتير جدا، وكل واحد فيهم قصة كبيرة جدا، لكن عنوان الحلقة النهاردة هو الحرية. في مطلع هذه الحلقة المهمة التي هي أول أو باكورة سلسلة مهمة جدا من الحلقات، نتحدث فيها أو نتحدث مع أصحاب الحرية فيها، ينبغي أن أرى أو يعني أرحب بضيف العزيز. وضيف العزيز نستطيع أن نقول أنه كان حاملا لمفاتيح الحرية من هذا السجن. ضيف العزيز هو الذي قام بدور هام جدا في جراحات خاصة استطاعت أن تحول حياة هؤلاء الناس من سمنة مفرطة إلى ناس أحرار، وكأن السمنة هي السجن. ضيف العزيز الأستاذ دكتور وليد إبراهيم. أهلا بك يا دكتور وليد. أهلا دكتور أيمن. الحقيقة اسمح لي أن أرحب بهذا الكم الرائع جدا من يعني زي ما بيقولوا أصحاب الحرية، أصحاب البحث عن الذات، الناس اللي نجحوا في اختبار رائع جدا، فاسمح لي أن أنا أحييهم وأنتم كمان حيوا نفسكم. أهلا بك. احكي لي بقى القصه بتاعت السجن اللي كانوا الناس دي فيه. البليف، تصديق ان هو يبقى في حاجه ممكن يحارب عشانها، ان هو يدرك في الاول المشكله. الفيلم اللي انت بتقول عليه ده انا شفته زاد عن 12 مره، وفي الاخر راح دخل رئيس اللي هو مامور السجن وراح ضارب بالصدفه الطوبه، راحت الصوره وقعت وعرف ان هو خرج في النفق. هو عنده بليف، هو مصدق ان هو يعني عنده امل مع ثقه في الله ان هو هيقدر يخرج من السجن. هو حد يقدر يحفر بالمنظر ده ويعمل القصه دي؟ نفس الكلام عند الناس دي. الفيلم ده اسمه شاوشينك. شاوشينك ريتميشن. هو السمنه فعلا سجن. هي كانها بدله حديد، وانت وصفتها قبل كده، بدله حديد مسجون فيها المريض. ممكن ما يكونش هو شايف شكله ان هو لابس البدله الحديد وان هي بتعوقه عن الحركه، انما بيبدا يتاثر قوي. يعني هو
في حاجات بتقابل المريض ده، حاجات نفسيه والمنظر واللبس وي وي وي، بس غالبا بيبدا يشتكي لما تتاثر على اللي هي باقي الاعضاء، اللي هي يبدا ياثر على الرئه، يبدا ياثر على النفس، يبدا ياثر على البنكرياس فصور السكر، ساعتها بيبقى في نوع من انواع الاعاقه. فبيبدا يفكر بقى هو ممكن يعمل ايه ساعتها. عمليات السمنه خرجت الناس من السجن ده. تطور عمليات السمنه خرجت الناس من السجن ده. الابجريدنج في الالات وفي المنظار لغايه لما بقت العمليات ممكن تتعمل في 25 دقيقه، وباي باس تحويل المسار في 35 دقيقه، وحتى الناس اللي كانت عامله قبل كده تدبيس معده وكان معمول بالجراحه وكان فيها مشاكل كتيره جدا، بدات القصص دي نعالجها تاني بالمنظار. كل ده ادى امل للناس، وهو ده اللي علق ريت العمليات، وهو ده اللي ادى ثقه للناس ان هي تعمل عمليات. والليرنينج كيرف بقى عالي جدا، عدد الحالات بقى فارق جدا. قبل كده كنا بنعمل عمليه من سنتين في ساعه ونص، دلوقتي بقى نعمل عمليه في 25 دقيقه. يمكن واحده من الناس اللي موجوده جوه التيم بتاعي اللي هو تيم النيرس اللي موجود في المستشفى اللي احنا بنشتغل بيها، وهي شافت التطور. هي يعني هي لو هتحكي لنا على قصتها وهنقابلها دلوقتي، ان شافت التطور من اول ما بدانا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي لغايه لما بقينا على التراك العالمي. الحمد لله. الحمد لله. انا هبدا بمها صبري. مها ازيك يا مها؟ الحمد لله. منوره الناس الحلوه وانا سعداء النهارده ان انت نورتينا. احكي لي القصه بدات ازاي مع السمنه، ليه وصلتي للرقم اللي هو 124 كيلو؟ في الاول وصلت ل 90 في اول ولاده. وبعد كده نزلت شويه ورجعت تاني، كل ما اخس ارجع تاني لحد اخر ولاده وصلت ل 115. بعد كده بقى قلت لا لازم ان انا ايه يعني اشوف حل. حاولت في الرجيمات تاني بس ما عرفتش، كان خلاص بقى يعني مش قادره ارجع تاني. فكرت بقى في العمليه، كنت وصلت ل 124 ورحت للدكتور وليد والحمد لله. انت عملتي عمليه ايه؟ تحويل مسار. طب انا عايز النهارده قعدت الصراحه مش كده نضحك مع بعض شويه يعني بالامانه كده، لان ما حدش سامع يعني. كنت بتاكلي ازاي؟ لا كنت باكل كتير وطول ما انا سهرانه. عشان خاطر يا جماعه النهارده لما اسال حد كان بياكل ازاي يقول لي بالتفصيل يجوعنا يعني. احكي لي بقى. لا انا كنت بنام الصبح اصلا. بتنامي الصبح وتسهري بالليل؟ لا طول الليل صاحيه دي الساعه مثلا 6 الصبح كده. فطول ما انا قاعده باكل اي حاجه بقى، مسليات، اكل عادي، راحه جايه على الثلاجه. يعني لو مفيش حاجه في الثلاجه بنزل الفجر. الليل مفيهوش حرق خالص يعني. الغده الدرقيه اللي هي غده الحرق بتشتغل من الساعه 5 الصبح للساعه 5 بالليل. فانت بتاكلي في وقت مفيهوش حرق خالص. بالظبط. خالص يعني. بالظبط. وشغال على الثلاجه رايحه جايه رايحه جايه. بالظبط. ما لو مفيش حاجه الفجر ممكن مثلا اصحي جوزي انزله اقول له عايزه حلويات، عايزه اي حاجه من تحت، وكان بينزل يجيب. الاستاذ الفاضل عرفني بقى بنفس حضرتك اتفضل يا فندم. اسمك ايه؟ احمد ابن مها. مش ماما دي؟ احكي لي بقى يا احمد من وجهه نظرك وبدون كسوف، ايه اللي حصل في الثلاجه؟ ايه اللي حصل في باب الثلاجه؟ انا النهارده قعدتي معاكم النهارده يا جماعه فضفضه، انا عايز نسمع القصص كده ونحكي يعني، مش قاعده يعني فيها اسئله اعلاميه او علميه دقيقه، انا عايز فضفضه، ايه اللي حصل في الثلاجه؟ انت لاحظت ايه؟ باظت الثلاجه. انت كنت بتنزل تجيب اكل يا احمد بالليل؟ لا. كنت بتتصل بالهوم ديليفري والحاجات دي؟ لا برضه. اما انت كان ايه دورك في يعني جنب الثلاجه؟ لا اكيد. انت كنت بتوظف لحاجه معينه؟ ايه؟ لا. ايه؟ ما كنتش بوظف حاجه. ايوه يعني مثلا مش يا احمد قوم اعمل لي اكل، قوم هات صينيه الحلويات ديت، اتحرك اعمل، اكيد كنت بتقوم بدور معين لانه دايما انت عارف يعني ايه بيستغلوكم صغننين دول، اعمل سوي كده ولا ايه؟ ايوه صح. بيعملوا ايه بقى؟ ماما كانت بتعملي معاك؟ تطلب مني شاي. شاي؟ وكنت بتعمل انت الشاي؟ طبعا شاي مع الكيك صح؟ وفي جاتوهات. ما هو مش شاي بس كده يعني، مش يعني. طب ايه اكتر حاجه كنت بتزعل فيها من ماما بصراحه ايام ما كان وزنها زياده؟
انت كنت زعلان لما كنت بتضربني. هي دلوقتي ما بتضربكش؟ بتضربني برضه. برضه؟ بس طبعا زمان كانت المسألة أصعب شوية صح؟ أيوة. ماما دلوقتي بتقدر تخرج معاك وتتفسح تروحوا مثلا ملاهي مش عارف إيه، والأول كانت بتقدر ولا كانتش بتقدر؟ كانت بتقدر بس مش قوي يعني. دلوقتي أكتر؟ كويس قوي. طب انت دلوقتي لما مثلا تحب ان انت تعمل حاجات في اللبس تقول لها كويلي اللبس مش عارف ايه بتاع دلوقتي، ولا يعني ايه الفرق بين قبل كده ودلوقتي؟ يعني زمان ما كانتش بتعمل بس دلوقتي بتعمل شوية. خلينا نروح لياسمين محمد عبد الغفار. اهلا بيك يا ياسمين. اهلا بحضرتك. ياسمين 28 سنة، كانت برضو 125 كيلو ووصلت الى 70 كيلو خلال سنة واربع شهور. الحقيقة ياسمين في كلامها اول حاجه قالتها، اول حاجه قلتها يا ياسمين واحنا قاعدين كده مع بعض قبل ما نسجل، تبي نظره الناس. لما سالت مها عن نظره الناس ما اهتمتش قوي بيها، لكن انت كنت مهتميه قوي بيها رغم ان انتوا الاثنين متقاربين، ويمكن انت تفوقت على مها، انت بقيتي 70 كيلو هي 80 كيلو، يعني انت كسبتيها في 10 كيلو فرق، وهي جايه لك يعني يمكن فرق زمن العمليه. بس احكي لي بقى ايه اشمعنى انت بصيتي لنظره الناس قوي كده يا ياسمين؟ علشان انا اصلا من زمان وانا مليانه، طول عمري اصلا مليانه وبعمل ريجيمات وبسيب الريجيمات وكده وبرجع اتخن واخس وكده، فزدت قوي، فكل اللي يشوفني يقول لي انت ازاي سايبه نفسك كده، انت ازاي وصلت للوزن ده وكده، فكنت بتضايق قوي من الكلام ده، مكنتش برضه اخرج برضه عشان ان انا ما حدش يشوفني بالمنظر ده او كده. بس فكنت بتخافي من الناس؟ هل ده حصل نتيجة ان حد ضايقك، حد قال لك جملة مباشرة؟ كتير كتير. يعني اقرب الناس ليا كمان، ايه يا بنتي اللي انت فيه ده، سايبة نفسك ليه، عاملة كده ليه، انت تخنتي قوي، انت مش عارفة ايه كده. ما كنتش بحب اخرج خالص، بقى قاعدة على طول في البيت. ما هو الوزن بيزود الشكل، بيزود السن. وقلنا احنا قبل كده الوزن، حتى وانا ببقى قاعد في العيادة داخل الناس كده انا بحس حاجه غريبه جدا وبقولها العيان، انا شفتك قبل كده او انا شفتك قبل كده. لا ما هم بيبقوا شبه بعض طالما الوزن. تقول لي لا ما شفتنيش. طب رحت فين؟ رحت كذا. فنبدا نتناقش ونهزر. بس ناس كتير قوي شفتها. الناس هم الوزن لما بيزيد الملامح بتتشابه، حتى احنا قلناها قبل كده، لما الوزن بينزل بتبدا الملامح تظهر وبيبدا الوش يتنحت. ارجع ليك انت، معلش ارجع ليكي مها، قولي لي بالامانه يعني ايه دور الحياه الزوجيه؟ هو جوزي كان رافض. كان رافض؟ كان رافض العمليه نهائي. كل ما اجيب له سيرتها يقول لي ما تتكلميش في الموضوع ده خالص. انا ما قلتش حاجه من شويه، انسي اللي انا قلته. خالص انا مش قصدي حاجه، انا بقول كلام برضو انت عارفه كلام الاعلام. وبعدين بس فبقيت اسكت، ما يعني ما كترش في الكلام. لحد ما لقاني ان انا خلاص انا بجد مش قادره، يعني هو نفسه شافني لاني ان انا مش قادره اتحرك، مش قادره اعمل حاجه في البيت. شكي من ركبك وانت عندك سن صغير؟ ركبي، ظهري، نفس التنفس، اروح اكشف، اعمل اشاعات، ما فيش حاجه، كل الدكتور يقول لي خسي خسي. فهو لقى كده، فاخر حاجه كلمته في العمليه قال لي خلاص. قال لك يا عم ده هنلف على كل طواغيت دكاتره مصر، هنلف على كل التخصصات. والله هو فكره صح، فكره ذكي، بس هو كان خايف. يعني هو في الاخر قال لي هو أنا خايف عليكي. انا خايف عليكي. ماشي، اذا كان خايف ماشي. الخوف من الاهل، خلينا نتكلم النهارده بعيد عن العلم شويه من الناحيه النفسيه، قد يكون خوف وقد يكون ان الخوف مقبول، لكن قد يكون مش خوف، قد يكون مرحلة ما بعد الخوف اللي احنا بنسميه الرعب المرضي، الرعب اللي ممكن يخلي الانسان يعني يتأخر في اتخاذ القرار، والتأخر ثمنه غالي. عايزك تكلمني على الحتة دي. هو احنا عايزين نقول هو خوف ولا عدم معرفة؟ ده سؤال مهم قوي، لازم يعني احنا بنطرح في الأول، هو خوف ولا عدم معرفة؟ أنا أعتقد إن هو عدم معرفة. عدم معرفة زي بالظبط لو احنا يعني قعدت أقول لك كل يوم ان في ورا الحيطه دي في 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 ديب وحش ومش باين في حاجه قاتله، عامل عامل صوت وتاني مره تاني يوم اقول لك في ديب، وتالت يوم اقول لك في ديب. انت لا يمكن هتخرج
لا خلاص بقى خالص اروح ورا الحيطه. لا خلاص بقت عندك فيكسد فكره ثابته ان في ورا الحيطه دي لا محدش يروح ورا الحيطه. بس هو ده هو في الاول في عدم معرفه بعمليات جراحات السن، وبعد كده لما حصل معرفه بجراحات السن بدات الناس تاخد تجارب السيئه عن جراحات السن. ده مين عمل مين وما اعرفش حصل ايه، وده مين عمل ايه، والكلام ده كان بيحصل من 15 سنه. لان هو كان برانش جديد وكانت العمليه بالجراحه، وكان العيان بيحتاج يخش الرعايه بعد العمليه وبيقعد 4-5 ايام في المستشفى. انما اللي حصل في الاخير بقى اللي هو التطور النهائي للعمليات، وهو ده يعني احنا لما جبنا الناس عشان تحكي قصتها احنا مش جايبينها ان احنا نعمل نوع من انواع البروباجندا قد ما احنا عايزين ننقل الخبرات الحقيقيه اللي على ارض الواقع. يعني احنا في جروب قصص نجاح احنا بنرحب باي حد عمل تكميم او تحويل على الفيسبوك على السوشيال ميديا ان هو يخش يحكي قصته، واحنا هنقول وهنعمل يعني انفيتيشن على مستوى مصر والوطن العربي كله ان الناس كلها تحكي تجربتها في جراحات السن سواء كان تكميم او تحويل، لان الكلام مش موجود في الكتب، الكلام موجود عند الناس دي. التجارب اللي احنا شفناها في ال5 سنين اللي فاتوا من عمليات تكميم وتحويل ومتابعه العمليه وحدوث التغيرات والشعور بالجوع من عدمه وكيفيه التعامل مع المريض وكيفيه التعامل مع طرق اكل مختلفه زي افتحوا له مسار بروتينات وازاي ياكل دهون والحاجات اللي بتحصل، ممكن يبقى فيه مغص ممكن يبقى فيه اسهال بس بطريقه مقبوله. التجارب دي كلها انا ما قريتهاش في كتاب. التجارب دي كلها هي اللي موجوده عندنا في الشتات، هي اللي بتتقال من العيانين من المرضى. فاعتقد ان في المستقبل لما الناس تبقى كتيره وبتعمل عمليات دي كتيره وهي دلوقتي موجوده هتبدا الموضوع يبقى سهل، مش هيبقى فيه خوف من العمليه. اي تدخل ليه نسبه اعراض جانبيه، مش مهم نسبه الاعراض الجانبيه قد ما مهم كيفيه التعامل معاه. فهو عدم معرفه هو خوف انما اللي احنا بنعمله ده احنا بنحاول نمحي الخوف عشان نوري صور من الواقع صور من الواقع وصور من النجاح. تمام. الحقيقة النهاردة احنا عشنا معاكم الجزء الاول، لكن لسه في قصص كتيرة قوي. احنا عشنا النهاردة مع قصتين بس، المرة الجاية هنعيش مع قصص اكتر. القصص كلها قصص نجاح. انا شايف انا الحقيقة مهما كنت مذاكر ومتخصص ومتعايش مع حالات السمنة مش هعرف احس زي ما انتوا حاسين. بس اللي عجبني قوي فيكم جدا النهاردة روح التفاؤل. انا حاسس فيكم حاجه غريبه، اول ما دخلت حاسس ان انا بشوف اطفال. مش عيب ان الواحد يحس بالطفوله، في ناس فيكم حاسه بكده انها اتولدت من جديد وانها ما عاشتش سنها، ما عاشت طول عمرها في حاله سمنه، والنهارده نفسها تلعب في الـ في الـ في الـ في الملاهي، نفسها تركب حصانه، نفسها تركب عجل. مين فيكم نفسه يركب عجل؟ اهو 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 صح؟ ما عمرك ما ركبت عجلة قبل كده؟ يا خرابي نفسي اركب عجلة. العجلة كانت هتبوظ، ولو حصان يبقى الله يرحمه، يبقى مامته داعية عليه. فأنا متشكر جدا، متشكر دكتور وليد. شكرا دكتور أيمن. المرة الجاية الحوار سيكون كمان مع قصص نجاح أخرى وقصص حياة جديدة خارج سجن اسمه سجن السمنة. السمنة قاسية جدا يا جماعة. والنهارده خدنا بالنا انها مش قاسيه بس على مريض السمنه، على العيله كلها. خليكم فاهمين ان السمنه سجن، ولكن مع الكفاح والعلم هنهرب منه ولو بعد سنين، ولو بعد سنين الحريه بيبقى لها طعم جديد. خليكم دايما معنا سلام.